لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. خليكم شوية واقعيين، لو كنتم تسمعون لنا كجزائريين كناس عندنا تجربة في المجالات اللي نحن فيها، لو كان أنكم سمعتونا أو أنكم تواصلتم مثلا مع كثير من النخب اللي موجودة وطلبتم منهم رؤى مساعدة، ما راح نلجأ إلى هذه الطريقة على العام ننتقدكم. ولكن للأسف الشيء الأخطاء نتاعكم اللي درتوها مش أخطاء تحت الطاولة، كاين هناك الكثير من الأخطاء أيها الجزائريون سمعت بها وحدثت ولم تصل إلى الجزائريين، وتصرفنا بما يخدم الدولة الجزائرية من دون أن نتحدث. ولكن هذه الأشياء وهذه الكوارث درتوها على العام، الناس كل شافوها. ما هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ الجزائر يا جماعة، الجزائر الآن لما يجي الوزير الأول يقول لك إسرائيل على حدودنا، الجزائر كانت تخترق في الموساد، الجزائر كانت تدعم في الحركات الثورية المناهضة لإسرائيل في كل دول العالم، الجزائر تدخلت في كثير من القضايا آية تتعلق، وصلت إلى لبنان، وصلت إلى فلسطين، وإسرائيل كلها تعلم الدور الجزائري في دعم حركات التحرر وإعلان الدولة الفلسطينية حدث من الجزائر. أنت تخاف لي كيجي راح يفتحوا القنصلية في المغرب، تخاف لي وإسرائيل على حدودنا، وخلي تكون على الحدود. الدولة الجزائرية في تاريخها عمرها ما خاف، احتلها الحلف الأطلسي وفي 7 سنين من ثورة أول نوفمبر خرجوه منكسر، واللي عاود يعيد فيه ذركة هم عملاء المعروفين بأسمائهم ووجوههم ومسميات. الجزائر وصلنا لدرجة الجزائر تخاف أن إسرائيل على حدودها، وجزء إسرائيل وصلت إلى حدودنا. أنتم تتعاملون مع فرنسا، فرنسا هذه دولة حليفة لإسرائيل، لو أن إسرائيل تريد شيء تفوتوا راي فوتاتوا عن طريق فرنسا وعن طريق دول أخرى. اللوبيات الإسرائيلية موجودة في كل دول العالم. أنتم تتعاملون مع قوى روسيا، روسيا أكبر دولة داعمة لإسرائيل وهي أكبر دولة تتعامل معها الجزائر. يعني أنت تتعامل مع حلفاء إسرائيل، خايف لي من إسرائيل جيت حل بوتيكة تسميها قنصلية في الداخل ولا قنصل ولا في وجدة ولا وين؟ ما الكلام الفارغ هذا؟ علاش تحبوا تعيشوا الجزائريين في عدم الثقة في مؤسسات الدولة، الخوف، الرعب، كذا كذا؟ هذه راهي تساهم في عدم الاستقرار. الاستقرار النفسي للشعب الجزائري والاستقرار الاجتماعي هو ركن أساسي في حفظ الأمن القومي. أما إذا زعزعتوا بأنك تعيش شعبك دائما في جو حرب، الدول القوية حتى لو كانت تكون خوض في حروب مؤسستها الإعلامية تحب تخلي دائما شعوبها مستقرة وشعوبها آمنة وشعوبها منشغلة بعملها، بدل أنه يروح اللي يقرر يروح يقرر واللي يخدم يروح يخدم على روحه. أنت معيشوا إسرائيل على حدودنا، وين الإسرائيليين يدخلوا للجزائر يا جماعة في زيارات؟ ما كانش إسرائيلي لا يحمل جنسية أجنبية، لأنهم الأكثرية جايين من دول من هنا ومن هنا، أغلبيتهم أقول 95% كلهم عندهم جنسيات أوروبية من دول، واللي يحب يزور الجزائر يزورها بجواز أوروبي. وين راح تعرف وتفركت وانت تقول له كيفاش حالتك إسرائيلي ولا لا؟ البضائع بينها بضائع إسرائيلية تدخل الجزائر بعدما تمر على شركات أخرى أوروبية ويتغيروا لها اسم الصانع. أنا ما نقول هذا الكلام أني نشجع على التطبيع ولا أني نشجع، أنا معرف مبدئي أنني أرفض التطبيع على حساب الفلسطينيين. عندما فلسطينيين يبنوا دولة في إطار الشرعية الدولية، هذه الشرعية الدولية رغم أنها هضمت حقوق للفلسطينيين، ولكن لما وافق عليها الفلسطينيون ما نشني رح نكون فلسطيني أكثر منها. هم أدرى بشؤونهم، عندما تقام لهم دولتهم وتسترجع لهم حقوقهم ويرجع الناس إلى أوطانهم ثم لكل حادث حديث. أما أنه هذا الواقع وهذا الظلم اللي يتعرض له الشعب الفلسطيني ويجي يقول لي أرواح طبع، لا. إذا يا جماعة ما تعيشوش، أنا جبت هذا الأمثلة فقط على التصريحات المؤسفة للوزير الأول اللي هو وزير مثقف أقف الدكتور في الجامعة. إسرائيل وصلت على حدودي، شوفك الخوف الكبير يا ولدي. إسرائيل الموساد قادر يوصلك لغرفة نومك في ظل هذا الوضعنا الهش.
المؤسسة الأمنية الاستخبارات الجزائرية دمرت في التسعينات لما زجوا بها في حرب مع الشعب الجزائري بسبب ضباط فرنسا، خالد نزار والعربي بالخير وتوفيق وغيرهم. توفيق على كل حال ما كانش ضباط فرنسا، ولكن كان في العبة السوداء معه، كان يمشي معه. زجوا بالمخابرات الجزائرية في بدل أنه كانت تقوم بمهام لصالح الأمن القومي الجزائري في كثير من الدول، وتمسك تجيب قضايا للجزائر. الاستخبارات هي اللي تجيب القضايا الكبرى للدولة، وبعد تحطها في أيدي السياسيين كي يتحكموا فيها ويسيروها بما يخدم البلد. ولكن للأسف الشديد هذا الأمر ما شفناه، صارت عبث في عبث. المؤسسات الأمنية هكشفتوا، الاستخبارات تحولوا إلى بزنسية، السفارات يا جماعة أقسم بالله، راني جزائري عايش منذ سنين طويلة في الخارج، أسوأ ما سفارات وقنصليات في العالم هي السفارات والقنصليات الجزائرية. والله سفارات وقنصليات نتاع دول فقيرة في إفريقيا كان أفضل من السفارة الجزائرية. روح وتواصلوا مع ناس اللي يعملوا ثم، والله أحيانا عندي أصدقاء يعملوا في بعض السفارات كموظفين بسطاء، يحكوا لما يندله الجبين. الآن تجيو تقول لي باللي رايح بين عشيته، أنا قلت لكم كم من مرة منذ البداية أن الإصلاح، إصلاح البلد من الصعب يكون بين عشية وضحاها، ولكن على الأقل اصلحوا رئاسة الجمهورية. نحن ما قلنا لكمش بين عشية وضحاها أصلحوا الجزائر، لا، أصلحوا لنا رئاسة الجمهورية، ديروا لها إعلام قوي، ديروا لها أشياء كده تبين بأنها رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك رئاسة الحكومة والوزارات، وتبدأ تمشي حتى توصل البلديات والدوائر وكذا وكذا. ولكن رئاسة الجمهورية ما خليت كما راهي في عهد بوتفليقة، نفس الشيء، نفس الموظفين، ما تغير حتى شيء، أشخاص قلال تغيروا، نفس الجماعة اللي كانوا يسبحوا بحمد بوتفليقة صبحوا يسبحوا بحمد تبون، غدوا تبون يروح يسبحوا بحمد الآخر، لأنهم يحبوا يحافظوا على الامتيازات نتاعهم. مستشار ساكن في كلاب دي بان، تريسيتي بلاش، التليفون بلاش، كل شيء بلاش، سيارة شخصية بسائق تدي فيهم اللي يسافروا بجوازات سفر دبلوماسية شهرية ما شاء الله، راح يفكر لك في مستقبل البلاد. فهو راه يدير هكذا ويفكر في ولاده كيفاش يوصلهم للخارج بعلاقاته حتى يخدموا في الخطوط الجوية ولا في السفارات ولا في أماكن في الجزائر. وموت أنت يا زوال، موت أنت يا زوال. أنا نشوف البعض من هنا المغاربة راهم يصفقوا يقولوا هذا النقد، نحن على الأقل ننتقده. وقعكم أسوأ، واقع المغرب أسوأ في السوء الكبير، وهي مش بلادي وما يهمني شأنها الداخل، ولكن هي أسوأ. ما تجي لهنا وتبدأ تزايدوا كذا وكذا وكذا، ما تخلونا نقولوا كلام آخر كما يقولوا النجس هذا المقام الجميل. لذلك إخواني الكرام رانا في وضع صعب، مرحلة ما بعد ظهور تبون مفتوحة على كل الاحتمالات. إذا بقي على الحال الذي ظهر عليه ونتمنى أنه يوقف على رجليه ويبان واقف على رجليه، هذا اللي نتمناه، ويعود إلى ممارسة مهامه. كي يرجع لممارسة مهامه يجب من الصفر. إذا ما دارش من الصفر، والله العظيم ما راه يكمل في عهدة خامسة لصالح العصابة سواء يدري أو لا يدري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.